شخصية درامية بامتياز. شيء متزن من رجل انه ما يبقاش عنده ديسبلين للشغل انه يعمل. لا مش متزن في عيون الناس ومتزن في عيوني. في عيون بعض الناس ظالم وفي عيون بعضهم مظلوم. مراتي لو فنانة لو قاعدة في البيت هي تاج على راسي. حلقت شعرها يا حسين لما طلعت كده انا وقعت على ركبي في الارض انه مش مصدق ان ده رياكشن للاكشن ده. عشان تقولك انا قد ايه غلطانة اني اخترتك. هي surrounded by toxic people. الناس استكتروها عليك. لما الناس بقى بتخطط لك ازاي وقعوا بينك وبينها مؤامرات ما تجيش في خيالي اصلا. هم عملوا فيها كده عشان عرفوا ان هي ناوية ترجع لي. اكلها بدقة وعيش مع راجل يبقى هو اللي بيصرف عليا. انا عمري ما خدت مليم من شغل الشيم. طب وليه تهان بالشكل ده؟ عمري ما هنت ست. عمرك ما مديت ايدك على شيرين؟ يعني ايه مديت ايدك؟ شيرين طلبت من جمهورها انه يبول على وجهك. هل انا مستعد اتخلى عن شيرين عشان خاطر هي زعقت ناس مني؟ كلمه كنت بقولها لشيرين دايما، انا بحبك اكتر من الزعق. على المسرح مع منى عبد الوهاب الليله 10:30 مساء في رمضان على قناه مصر الاولى.